خلص نزلني نزلني جان. انزلي لشوف. شوي 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 شوي. اعطيني رجلك لشوف. اي على مهلك جان. ماشي. انت كتير موجوعة؟ ايه. استني لشوف. هون عم بيجعك؟ عم بتوجع، لا تشد عليها هيك. طيب ليكي فتون، رح اجيب شي بارد من برا وبرجع دغري. ايه طيب جيب. انت مديها هيك، مديها 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 وانا جاي فورا. شوفي فتون، جان ميسون متصلة شي مليون مرة، اتصل فيها ليكون صاير مع سمعه شي. لا ابعد الشر، استني شوي. هاتي لشوف. ميسون وقفي، احكي احكي على مهلك، ما عم بفهم عليكي، اهدي شوي بس. اجت مديحة خانم واخدته لسمعه معه، وقالت انه جده اسماعيل بجنينه وناطره، واخدت الولد وراحت فيه. عم دقلك ما عم ترد على التليفون. امي وليش لا تاخذ سمعه يعني؟ شو؟ طيب ماشي ماشي ماشي، اهدي ميسون، خلص انت لا تخافي هلا، روقي ولا تبكي خلص. هي ليش عم تبكي جان؟ انا هلا بتصل بامي وبفهم منها شو الموضوع وبعدين بخبرك، فلا تقلقي. ماشي ميسون ماشي، رح اخبرك. يلا سكري انت، باي. هاي امي اخذ سمعه. وفهمني ليش امك اخذت سمعه من عندها؟ وانا شو بيعرفني، هلا بتصل قدامك وبسألها. مديحة خانم، مديحة خانم، طلعي من راسي ناجية، ما بدي شوف حدا بنوب. جانبك عم دق لك مديحة خانم، بده يطمن على الصغير. لا ما والله نسيت هالقصة. هاتي تفضلي. أهلين جون. ألو أمي، دقت لي من شوي ميسون وقالت لي إنه أنت من الصبح بكير أخذتي سمعه على الجنينة، رجعتيه ولا لسه أمي؟ شو صار معك؟ لا لسه ما رجعته، سمعه عنا، جدك مشتاق له. يا الله منك يا أمي، أكيد عم تمزحي معي، شو يعني ما رجعتي؟ البنت قاتلي حالة من البكا وعم تتصل فيني. طب على الأقل كنتي خبرية بس، ما بصير تاخذيه من الصبح بكير وما تدقي لميسون وما تقلي لأنه بده يضل عندك. إيه لا تعيط علي، البيبي عم يلعب تحت مع جدك. وليش أنا هيك عملت؟ بس ترجع بتسأل مرتك رفيف هاد السؤال جان، عملوا اللي بدكن إياه، أنا مليت. عم تفهم؟ مليت منكم كلكم، شو ما عملت ما حدا عم يعجبه. أنا ما عاد دخلني، فهمتني؟ أنا ما عاد دخلني بشي. احكي شوفي. سمعوا عندن وهو منيح. طيب قلي هي ليش أخدته؟ بس ترجع بتسأل مرتك رفيف هاد السؤال جان. ما بعرف فتون. جان والله أنا ماني مرتاحة بنوب، لو سمحت دقلا عمو حسن خليه يجي ياخدنا من هون، لو سمحت بقى خلينا نرجع على البيت، يلا كتير انشغل بالي. يلا طيب رح أدقله معك حق فتون.